ودارتو في الستوري ديالها. قزبر ومعد نص الكرافس ملي كتشريهم بالكثره سورتو دابا بالكونفينمون، اش كديروا باش يقدر يبقى لك حتى شهر في الثلاجه ما يخسرش؟ اولا كتنقيو هذوك الوريقات اللي كيكونوا في التحت في الجدر، فداك الجدر اللي كيقطع لك الخضار، وكتشدي كاس الماء وكتخشي كاس او فاز او اي حاجه لقيتيها، او قطعتي قرعه كبيره بوديزه من التحت، ولا دبره راسك شي حاجه غتخشيها في الباب ديال الثلاجه، دونك كاس او قرعه الماء، دونك كتقطعوهم وكتخشيو داك القزبر بعد نص او كرافس، وكديروا غير شويه ديال الماء، ماشي كتغرقوا الماء، كديروا غير شويه على قياس الجدر، وكتلويو عليهم السيلوفان. وبهذه الطريقه هذه كتقدري تحافظي على الاعشاب المنسمه ديالك اللي كطيبي بها حتى لشهر. هذه نصائح من عند الاخت هيلتي باي لبنى، شكرا. منير اجاتار سير تا بيب صحه تلميذه مجتهده ياك لبنى الشيء، قال لك الصلاه لا تدوزو لي واش مشغول مك واش سوق مك، انت حسيتي باش تمتى بهادي وفي الشيء الاخر؟ لا انت مول باب بوشه، مجيش تدير عليا تتجمع ببوشتك كتر ابتسام. وهي انا غادا لجهنم وانا عاهره وانا ما كنسواش وانا خايبه وما دايش فيا الاسلام وانا يهوديه وخايبه وبنت الحرام وداكشي كامل، غابردو صافي يلا تفرقعوا لاسوسياسيون غتزمتكم يا البوزبال يا الفاشلين يا الشمايت. وكيجبدوني